السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينا اكديزات، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عاطلة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم نتكلم على مباراة الجزائر ليبيريا قبل أقل من 24 ساعة. سأبصنا على تاني مباراة لتصفيات الكان 2025 بالمغرب، مباراة الجزائر ليبيريا التي ستقام بالعاصمة مونيروفيا في ملعب معشوشب اصطناعي، وهذا الملعب سيخلق بعض الصعوبات للمنتخب الوطني، خاصة لاعبين متعودين على الأرضية المعشوشبة طبيعيا. ولكن هذه هي أفريقيا، نتمنينا نلعبه في ملعب محايد، ولكن هذا الملعب اعتمد من الكاف. حنتكلموا على تحضيرات المنتخب، حنقولوا على اجواء المنتخب في التربص وفي هذه السفرية اللي كانت سفرية رائعة ورائعة جدا، كانت في اجواء بهيجة، اجواء جد عادية، الامبيونس بين اللاعبين. الطائرة قلعت من الجزائر الى مونروفيا رفقة برئاسة الناخب الرئيس الاتحاد والاقتصادي، صحفي التلفزيون العمومي كانوا حاضرين في الطائرة، وهذه حاجة كما يقولوا رجعت المياه الى نصابها. المباراة ممكن ستجرى في اجواء شتائية، الان الاجواء في افريقيا المحيط كما يقولوا الكليمة هذه الاستوائية، المباراة ستلعب في أمطار. حصة تدريبية جرات في أمطار بسقوط أمطار. المباراة قد فيها تغييرات في تشكيلة المنتخب، تغييرات اضطرارية بعد الإصابات البليغة لعدة عناصر خاصة عوار محرز وبن ناصر. آخر المعلومات والمصادر تقول باللي مكان محرز سيكون حاج موسى، الناخب الوطني بيتكوبيتش عنده ثقة كبيرة في الحاج موسى، ولكن لم يقرر نهائيا. التقرير سيكون القرار النهائي سيكون صباح الثلاثاء، وممكن يكون بنزية إلى ما كانش واجد حاج موسى ذهنيا يروحوا للخبرة، والخبرة هو بنزية. أنا بقول ما يدير بنزية حوالي 50 أو 60 دقيقة، ويدير حاج موسى حوالي 30 دقيقة باش نشوفوه، أو يعطيه الفرصة ديريكت يديروا حاج موسى، هذا الجناح اللي عنده مستقبل في المنتخب الوطني. ولكن بنزية عنده الخبرة اللي قد الكفة تميل إلى بنزية. هذا التغيير الاضطراري الأول، ما كانش تغيير في التشكيلة، نفس التشكيلة اللي لعبت مباراة الجزائر هي تلعب، سوف التغيير تاع بن ناصر بعد الإصابة تاعو نتمنوا له الشفاء العاجل. بنسبة كبيرة حيكون سعيود، لازم نشوفوا سعيود، لأن هذه فرصة لسعيود باش يبين. ولكن حسب المصادر اللي كانت جاتنا من ليبيرا، الناخب الوطني جرب كثيرا وسط الميدان شارلوروا زورغان، وقد يشرك زورغان، وحتى قد يشرك قندوسي، لكن قندوسي جو بونس با لافير اونتر قندوسي، عفوا لافير اونتر سعيود، لافير اونتر سعيود بالنسبة لكبير يكون سعيود او زورغان. هذه هي التغييرات المحتملة في مباراة الحراسة، سيبقى مادريا، الدفاع سيبقى هو مزية فيها حجام، الوسط الميدان قلت لكم التغيير سيكون البوست تاع بن ناصر، الهجوم سيبقى هو من قل الحجم، سيكون بنسبة كبيرة هو في المكان المحرز. ولكن نتمنى احنا سعيود يكون تيتولار صراحة، سعيود عنده الخبرة ولعب كثيرا في ليطارتون، نتمنى ان شاء الله هو يكون تيتولار. الاجواء رائعه في محيط المنتخب الوطني، احد بعد المنتخب الوطني جاء في الطائره في رحله عاديه، الحق السهره، لا ديستونس بين المسافه بين المطار والفندق كانت بعيده نوعا ما.
خاصة طرق أدغال إفريقيا، طرق وفاتوا الفيلاجات، هذه أدغال إفريقيا، هذا هو لو شان تاع لافريك. ليبيريا بلد ما يقولوا ضعيف، بلد ما عندوش الإمكانيات. احنا معليش احنا افريقيين ولازم ناكسبتو خاوتنا الافريقيين. اللاعبين احتفلوا في سهرة الاحد، احتفلوا لانيفرسير عيد ميلاد تاع بنزيا، ولكن بدون حلويات بدون غاطو. اللاعبين صفقوا وغنوا لبنزيا. الاتحادية كان حاضر في السفرية وحاضر لكل كبيرة وصغيرة في ليبيريا. المنتخب الوطني يقيم في فندق بولفار دو بالاس، احسن فندق في ليبيريا، 5 نجوم. وهذه مشكل، ما احنا من وقت وراحنا نباتوا في ليزوتيل توب، ما عزت شي، كنا في ليزوتيل توب، كنا مع كل الرؤساء، كنا في ليزوتيل توب. هذه ولات حاجه عاديه في المنتخب الوطني. المنتخب الوطني مع الناخب الوطني وفروا كل شيء للاعبين. إن شاء الله يكون الفوز من أجل إسعاد الجماهير الجزائرية. الأجواء في المنتخب راهي لومبيون شابة بزاف بزاف، ما عرفت هاد الناس ما عم يجيبوا هاد الأقاويل، تراهم خلطة وسبيطار وهذه، ما فهمتش ربي هديهم. بعد المباراة إن شاء الله نتكلموا. إن شاء الله المنتخب الوطني لازم يبروفيتي لوكازيون، خاصة من بعد التعادل بين غينيا الاستوائية وطوغو، وهذا في صالح الجزائر. ان شاء الله المنتخب الوطني يسجل الفوز الثاني باش يكفينا فوز في الجولة الثالثة، وان شاء الله التأهل. والمباريات الاخرى تبقى مباريات ودية لتحضير تشكيلة مثالية لتصفيات كأس العالم. البيتكوفيتش بدا يعرف الموطاليتي الجزائرية، بدا يعرف الموطاليتي تاع الصحافة الجزائرية، راه يقرا كثيرا، راهم يوصلوا له واش راه يصرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يكون حازم في الندوات الصحفية القادمة، لأن السيد راه عاقل معكم بزاف، ولكن الله يشرهم اللي بيراو راهم يهضروا مع المقدس، ما كانوش يهضروا، كانوا كل شيء مبلع، صفقوا بلع فمك، ولكن دروك بانت لهم بيت كوبيش ولا هضره، ولات لهم الديمقراطيه، ها ولات الديمقراطيه، ها ماشي مشكل. ان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني، وان شاء الله باذن الله نضمن التاهل الى الكان، باش الهاشر هاكا شوف تربح في 70، الهاشر يبقى ينبح، الهاشر والف العبوديه، ما عندك ما دير له، العبوديه كتلاتو. المهم المنتخب الوطني ان شاء الله يفوز في ليبيريا. نزيدكم اخبار صباح الثلاثاء، ستكون من بلد جوله في محيط الفندق او في ليزونفيرون تاع محيط باش اللاعبين يسولاجو شويه. الناخب الوطني دار لهم سيونس فيديو الاثنين باش يشوفوا السلبيات المنتخب الليبيري. كل اجواء رائعه، ان شاء الله هاد اللاعبين البدلاء يمدوا الماكسيموم باش يبينوا باللي يستاهلوا يكونوا اساسيين، وان شاء الله الفوز. وبعد المباراه سيكون لنا كلام باذن الله. من هذا مبروك لكم خوتي، كل شيء على ما يرام في المنتخب، ما كانت حتى حاجه. روحوا شوفوا فيديوهات الاتحاديه، تشوفوا الناس راهي تضحك تلعب نورمال، غير الناس راهي تتخايل هذا ما كان. تحيه لكم خوتي، وانتو تيفي لاجيلي، السلام عليكم.